بيضاء الوداد تلقى هدف في اللحظات الأخيرة، وأيضا بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي الذي تلقى هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المقابلة أمام فريق وداد فاس الذي تنفس الصعداء بهذه النقطة الثمينة. ملخص لهذه المقابلة مع زكريا الدويبي. مباراة الرجاء البيضاوي والوداد الفاسي تابعها جمهور متوسط العدد قدر بعشرة آلاف متفرج. أولى المحاولات كانت لصالح الوداد الفاسي، تمريرة داخل المربع، إسياك يقذف ويونس عتبة يحول الكرة للزاوية. رد فعل فريق الرجاء البيضاوي لم يتأخر طويلا، هنا عمر النجار يمرر بطريقة جميلة، بالأخضر يقذف ومحمد أمين البرقدي يتألق في مناسبتين بعد صده لمحاولة حقيقية للتسجيل من رجل محسن متولي. فريق الواف لم يستسلم لقوة فريق الرجاء وظل يناور بين الفينة والأخرى، هنا أبرز محاولة من رجل يونس الشنقيطي. هجومة الرجاء ظلت متواصلة، عمر نجدي يكسر خطة الشرود ويمرر داخل المربع، سعيد فتح برأسية جميلة كاد يسكن الكرة في الشباك. بنفس الطريقة تقريبا محسن متولي يمرر في العمق، عمر النجاري يكسر خطة الشرود ينزل الكرة ويوقع الهدف الأول في المباراة لصالح فريق الرجاء البيضاوي. فرحة كبيرة في صفوف جماهير فريق الرجاء التي انتقلت بأعداد كبيرة لمدينة فاس. الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق فريق الرجاء البيضاوي بهدف لصفر، وهذه إعادة الهدف الأول لفريق الرجاء. مع بداية الجولة الثانية عمر حاسي يعوض حسن الدودي في صفوف فريق الوداد الفاسي. دخول عمر حاسي أعطى شحنة قوية للعناصر الفاسية، هنا أول تهديد للوافي الجولة الثانية من رجل عمر حاسي. بلال الدنكير كان هو الآخر حاضرا بقوة وظل يناور في الجهة اليسرى، محاولته أنعشت جماهير الواف التي ظلت تساند فريقها طيلة دقائق المباراة. الهجومات المضادة للرجاء على قلتها في الشوط الثاني كانت خجولة باستثناء هذه المحاولة التي انفرد من خلالها عبد الصمد أحقي بالحارس محمد أمين البرقادي. المدرب عبد الرحيم طالب لم يهدأ له بال طيلة دقائق المباراة. انتفاضة الفريق الفاسي في آخر دقائق المباراة ستثمر محاولتين، الأولى ارتطمت بالعارضة والثانية تمكن من خلالها عمر حاسي من توقيع هدف التعادل لفريق الوداد الفاسي. لتنطلق الاحتفالات، فرحة عبد الرحيم طالب كانت كبيرة بهدف التعادل، أول نقطة خلال هذا الموسم. إذن كما شاهدنا فكل المباريات التي تتابعناها لحد الآن كانت غنية بفرص التسجيل، وآخر ملخص سيقودنا إلى مدينة